هو غير كل هالناس رجال فهمان وبيعرف شو هي العادات. وبعد هالشي عرفت انه المال ما له قيمة ولا المنصب ولا الجاه. هذا الرجال عنده هم وهمه هو الوطن، مشان هيك انا رحت معه لانه كل اللي علمونا يا كسب وشفتهم كيف بيبعثونا لاعمال كتير وسخه وحقيره، ولاني شفت يلي عم يمثلوا دور الابضاي مساكين، ولاني سمعت صوت يلي عم يحتموا ورا صوت المسدسات، كنت مع عرابين ما في اكتار، ما ضليت معهم لاني تاكدت انهم مانن كبار. اجا لعندي مراد على مدار وقال يمكن يولد ولد بدون اب، بس ما رح يولد بدون ام. نحنا قلنا ام وحده وهي الوطن. اذا بتسالوني انت ندمان لانك بتحب امك، بقلكم